تفضل يا ابو حسن. عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ وليد؟ والله بخير حال، في نعمة وفضل من الله. شيخ وليد، أنا عندي ثلاث نقاط إذا ممكن أحكي لك إياهم على اللي قاعد بيحصل في البرنامج بتاعك والمهاجم اللي قاعد بتجيك من هون وهون، فإذا بتسمح لي أحكي لك إياها وربما تقبل نصيحتي إذا ممكن أو يمكن تتفكر فيها. تفضل إذا بتسمح لي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نقطة يا أخي يا أستاذ وليد، أنت والله العظيم والله العظيم إنك قاعد بتشهر ناس وبتدخل معاه مداخلات على التيك توك، ومنهم واحد اسمه هاني، ده بتاع شيء، أنا فلسطيني، ده بتاع شيخ، حد بيدعي إنه هو شيخ من فلسطين ومن المسجد الأقصى، اسمه صلاح أبو عرفة، صلاح الدين أبو عرفة، ومعلق صورته، أكيد شفته أنك معلق صورته وراه على الصورة، صح ولا لا؟ نعم. طيب صلاح عرفة، أنا ما بعرفش إذا أنت بحثت عنه، ولكن نحن من فلسطين وإحنا منخبرك من فلسطين ومنحكي لك مين صلاح عرفة. صلاح عرفة أولا شبيح وتكلم وصديق لمفتي سوريا، وهنالك مكالمات مسجلة له في اليوتيوب، تقدر حضرتك لو مش مصدق تفتح اليوتيوب تكتب صلاح عرفة والمفتي السوري مكالمات بينهما، ودافع عن بشار الأسد ده صلاح عرفة في سنة 2013 من المسجد الأقصى، فطردوه من المسجد الأقصى، طرد من المسجد الأقصى، وهو ليس إمام في المسجد الأقصى، هو مسمي حاله إمام. ثانيا النقطة اللي هي المهمة، هل من المعقول حد مثل حضرتك لا تأخذ أموال على اللي قاعد بتسويه، ولا دايما تقول نسأل الله الإخلاص نسأل الله الإخلاص، هل حد معقول مثل الشيخ وليد يأذي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويشتم النبي ويشكك في دم النبي كما يروج له؟ الجواب هو لا. لماذا؟ لأن هذا حسب رأيي وحسب نظري وحسب متابعة أكثر من سنتين. ليش وليد إسماعيل مستحيل يعمل كده؟ بل هو قصة بعض المقاطع وأنا رأيتها وأنا تابعت الحلقة اللي كان فيها اللي أنت كنت فيها تتكلم عن دم النبي، وتبعت الكلام اللي أنت كنت بتتكلم فيه، قصة مقطع من الفيديو التي تكلمت فيه عن دم النبي، وروج على أن وليد إسماعيل يتهجم والعياذ بالله على دم النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة واللي عايز أقول لك إياها اللي هي في واحد اسمه ستي اسمها حمامة أو كده وإلى آخره، أنا ما أعرفش الستي دي طلعت لنا منين، فأنا تابعتها خلال ساعة وعرفت اللي بيتحاول ينعمل يا شيخ وليد، وسجل عندك وتذكر ماذا سأقول لك، الذي يحاولون أن يفعلوه هو أن يزجوك في أمور سياسية، في أمور سياسية لكي تتكلم بها عشان يسووا لك مشاكل في مصر. نعم. نقطة على السطر، بيحاولوا يفوتوك بالمطب ده باللغة المصرية. أنت لا تتخيل ماذا فعل وليد إسماعيل بدين الشيعة. يا شيخ وليد انت مضايق كتير ناس، يعني انت كتير ناس يعني متضايقة منك يا زلمي، يعني كتير ناس، انت عارف ايران قديش حطت ملايين الدولارات على الحسينيات واللطميات البتاع والهبل ده، وعلى ترسيخ على ترسيخ المذهب والخطة بتاعتها في الدول العربية، كم مليون دولار؟ يجي واحد اسمه وليد اسماعيل اسكندراني يطلع لك من نص مصر قال ايش؟ لا دول بيكذبوا عليكم. احا قالوا لك الشيعة يا عم ايه؟ استعمل الكلمة الاسكندراني. خلاص المعلومة وصلت ان شاء الله. يعني فكرة الكلمة دي والله ما فيها حاجة، بس الناس بتظنها انها عيب، لان هي بتطلع فجأة كده، فالناس بتظن انها عيب.
هي انا حقا اعترض، تمام؟ فاحنا اسكندرانيه لما بنتنرفز او مثلا بنعترض في شيء قدامنا كبير عايزين نعترض عليه فبنقول الكلمه ديت، فهي بتطلع ساعات تلقائي. لكن هي على فكره يا اخوانا مش عيب خالص، يعني هي العيب اساس الكلمه مش عيب خالص. الله المستعان.